الحمد لله العلي الكبير، تعالى وتنزه عن الشبيه والنظير، تعالى وتنزه عن الشبيه والنظير والمعين والظهير، وتجاوز عن التقصير، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، إن لضال الله ربا وبالإسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجوهر السعاده وعنوان الفلاح، وبه يدل دعوة المؤمن حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فالإيمان لذة وطعم يدركه من حق هذا الرضا، وكلما امتلأ القلب بهذا الرضا عظمت حلاوته وازداد ايمانه. قال بعض السلف: لو قرض لحمي بالمقاليب كان احب الي من ان اقول بشيء قضاه الله ليته لم يقضه. ايها المؤمنون، لعل البعض منا يتساءل كيف يمكنني تحقيق الرضا وتحصيله؟ والجواب سهل ميسور ومذكور في القرآن، إذ يقول الله سبحانه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فهذه الآية الكريمة توضح لنا بجلاء أن من أهم أسباب وصول الرضا في قلب المؤمن كثرة التسبيح والذكر لله تعالى في جميع الأوقات. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه: اما بعد، فان الخير كله في الرضا، فان استطعت ان ترضى والا فاصبر. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واجتنب محارم الله تكن اروع الناس، واد ما فرض الله لك تكن اعبد الناس. عباد الله، إن رضا إيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم رضا نفس وانشراح صدر. المؤمن يطمر الرضا لأنه يدرك فضل الله العليم وإحسانه العظيم. فمن علامات رضا المؤمن إحساسه بنعم الله في سمعه وبصره ويده وقدمه وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وأهله وذريته ورزقه وفي شأنه كله. قال لقمان ابنه: أوصيك بخصال تقربك من الله وتباعدك عن سخطه، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن ترضى لقدر الله فيما أحببت وكرهت. عباد الله، وليس شرط الرضا أن لا يحس العبد المؤمن بالألم والمكاره، بل المطلوب أن لا يعترض على أقدار الله ولا يتسخط من الحوادث والنوازل، فهو راض كرضا المريض بشرب الدواء المر لأنه يعلم العاقبة ويرجو العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وما أجمل قول الشاعر في هذا الشأن: ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويرضي أبا المناس سدودا، والذي ألهم الرضا لا تراه أبدا الدار حاسدا أو عدودا. أنا راض بكل ما كتب الله ومسجد إليه حمدا جزيلا. فالمؤمن يرضى عن الله في خلقه له ذكرا كان أم أنثى، ويرضى عن الله في تصويره لشكله ولونه وطوله وغير ذلك مما يتعلق بالخلقة، ويرضى عن الله فيما كتبه له من الرزق كثيرا كان أم كثير أم قليلا، ولا يمنعه ذلك رضا من بطن السبب والسعي في الكسب المشروع، ويرضى عن الله فيما قدره عليه من الأقدار المؤلمة من مرض أو فقد مال أو فقد حياة
أو حضر حياة قريب أو حبيب أو غير ذلك. قال بعض السلف: ارضى عن الله في جميع ما يفعله، في جميع ما يفعل بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرك إلا ليسقيك، ولا أماتك إلا لينجيك، فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، حري بالمسلم أن يقف مع نفسه وقفات، ويراجع نفسه ويسألها أرضاه، أرضاه عن أهل الله وعن أقداره وتشريعاته، ورضاه عن الحلال والاكتفاء به، وبغضه للحرام والانتهاء عنه، ومقدار متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، ورضاه بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهج الحياة. قال سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. واعلموا أيها المسلمون أن منزلة الرضا عن الله منزلة عظيمة، ذكرها الله في كتابه الكريم، واختص بها الصادقين من عباده المؤمنين، وكافأهم سبحانه برضاه عنهم وبالجنات والفوز العظيم. فقال تعالى: قال اللهم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم.